أهلا وسهلا فيكم باجتماعنا. ياريت كلنا نوقف مع بعض. أدعوك أبا أيها الآب. كلنا مع بعض. أدعوك أبا أيها الآب، أرفع يدي حمل اسمك، سر وجودي في حبك، لأنك أنت أبي. أدعوك أبا أيها الآب، أرفع يدي أنا ابنك تحبني لأنك أنت أبي. أدعوك أبا أيها الآب، أرفع يدي حمل اسمك، سر وجودي في حبك، لأنك أنت أبي. قلبك ربي نبع السماء، حبك يشفي كل الجراح، بين يديك قلبي يرتاح، لأنك أنت أبي. أدعوك أبا أيها الآب، أرفع يدي حمل اسمك، سر وجودي في حبك، لأنك أنت أبي. كنز حياتي وجدتك، في عمق ذاتي أحملك، طبعت في جمالك، لأنك أنت أبي. كنا مع بعض. أدعوك أبا أيها الآب، أرفع يدي حمل اسمك، سر وجودي في حبك، لأنك أنت أبي. هللويا. نعم يا رب، أنت بين السماوي. شكرا يا رب، صار فينا ندعوك يا بين السماوي. هللويا. عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل الله نزقف مع بعض. شعبك يعلن بيك إيمانه، شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك. انت راعينا وكل مالينا، وبتغمرنا بجودك. شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك. We'll be right back.
نور عيني. نعم يا رب. وسرجني جعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة للإله تهليل وصلاة من كل قلوبنا. اليوم بدنا نرنم ونعظم اسمه لأنه بيستاهل ياخد كل المجد. آمين. هللويا. كلنا مع بعض. وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة للإله تهليل وصلاة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة للإله تهليل وصلاة. أغني أغني للإله إلهي يسمع الصلاة. مش هناك منغني من كل قلوبنا لألك يا رب. مش هناك نجي مع بعضنا البعض ككنيسة نعبدك ونمجد اسمك يا رب ونرفعك بالوسط يسوع. هاليلويا. بدنا يا رب دايما توقعاتنا أنه لما نجي لمحضرك مش بس بدنا بركة، مش بس بدنا قوة، بل يا رب بدنا نجي ونعطيك المجد والإكرام يا رب. مش دايما عطيني يا رب، بل هالمرة بدنا نعطيك يا رب من كل قلوبنا، لأنك أنت مستحق تاخد كل المجد يا رب، كل الإكرام والسجود والعبادة يا رب، لأنك صنعت عمل عظيم معنا يا رب، صنعت خلاص يا رب، صنعت تحرير، صنعت تغيير يا رب، صنعت شفاء عجائب بحياتنا يا رب. نعم يا رب، بدنا نفتح قلوبنا ونفتح أفكارنا يا رب وعيوننا تنشوف ملك المجد بوسطنا يسوع. يسوع يسوع. نعم يا رب، بدنا نجي لمحضرك دايما بالتواضع، نسجد قدامك يا رب، ننحنق قدامك، لأنك أنت مستحق تاخد كل المجد يا رب. أنت بتستاهل يا رب تاخد كل تسبيحنا، كل ترنيمنا يا رب، وسجودنا وعبادتنا. بدنا نعبدك يا رب، بدنا نعبدك. نعم يسوع. انتظارا انتظرت الإله فمال وسمع الصراخ. نعم يا رب انت سمعت. أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة لس الخطى. كنا مع بعض. انتظارا انتظرت الإله فمال وسمع الصراخ. أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة غسل الخطى. نعم. وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة للإله تهليل وصلاة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة للإله تهليل وصلاة. أغني للإله إلهي يسمع الصلاة.
بعضنا البعض ككنيسة من مجد اسمك يسوع. هلا يا رب الوقت لنعبدك كمان من خلال عطائنا وعشورنا يا رب، نعطيك بكرم بفرح لأنك أنت مستحق تاخد يا رب كل شيء منا. نعم يا رب، منتابع عبادتنا، منتابع سجودنا، صلواتنا إلك، تسبيحاتنا إلك يا رب، من مجد اسمك يسوع. ارفع يدي عليا لله الذي له تسبيحي، افتح كل قلبي لي ربي الذي له. نعم يا رب، ارفع يدي، ارفع يدي عليا لله الذي له تسبيحي. نعم، نرفع ايدينا قدام الرب، علامة انه نحن عم نستسلم لإرادة ومشيئة ربنا يسوع المسيح الذي له تسبيحي. جمال بدل الرمى، أفراح بدل النوار، تسبيح بدل اليأس، ألبسني ثياب الخلاص، جمال بدل الرمى، قلوبنا ارفع يدي، ارفع يدي عليا لله الذي له تسبيح. نعم يا رب لك تسبيح، افتح كل قلبي لي ربي الذي له تسبيح. ارفع ارفع يدي عليا لله الذي له تسبيح. من كل قلوبنا منعظم اسمك يا رب، من كل قلوبنا منفتح قلوبنا، قلك تعا وادخل على قلوبنا يا رب، غير وشكل فينا يا يسوع. هاليلويا، كلنا مع بعض. جمال جمال بدل الرمى، أفراح بدل النوار، تسبيح تسبيح بدل اليأس، نعم يا رب، ألبسني ثياب الخلاص، جمال بدل الرمى، أفراح بدل النوار، تسبيح يا رب. هللويا، شكرا، سقف كبير لإلهنا، لبسنا ثياب الخلاص، أعطينا الحياة يسوع. شكرا لك يا رب، شكرا شكرا، من كل قلوبنا بنعبدك يا رب، من كل قلوبنا بنعظم اسمك يسوع، بنجي لمحضرك يا رب، بننحني قدامك بثقة يا رب، ندخل إلى محضرك واثقين يا رب إنه فينا ندخل إلى محضرك لأنك أنت سفكت دمك يا رب على الصليب كرمالنا. شكرا لك يا يسوع، شكرا 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 يا يسوع.
ولا مرة كان عنا هذا الامتياز أبداً أنه ندخل لمحضرك، بل أنت جعلتنا ملوك وكهنة يا رب بدمك، بصليبك يا رب، بموتك لأجلنا وقيامتك من بين الأموات يا رب، وانتصارك على الموت وعلى الخطية. نعم يا رب، شكراً شكراً. هلا ندخل إلى محضرك يا رب. نعم يسوع. بثقة أتقدم أمام عرش النعمة السجود. نعم يا رب. في محضرك أعلن مجدا لاسمك، مجدا لاسمك، مجدا لاسمك. كلنا بأصواتنا، مجدا لاسمك، مجدا لاسمك. اسمع الملائكة تعلن مجد الحمالي، تردد هللويا. فسجد مرنما معها، هللويا بكلمة صلاة، طالبين بركة الرب على حياتنا وعلى الكلمة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بحسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يستعلن في الأيام الأخيرة. نشكرك يا رب لأننا نستطيع أن ندخل إلى قدس الأقداس بدم ربنا يسوع المسيح، بالذبيحة التي قدمت مرة وإلى الأبد على الصليب، ليكون لنا الغفران والخلاص والسلام مع الله ومع بعضنا البعض. فندخل إلى قدس الأقداس يا رب، ونقدم حياتنا ذبيحة حية حية مقدسة، عبادتنا الواعية، ونعلن عن ولائنا الكامل لشخصك المبارك. نصلي أيها الرب، بركة على كنيستك، بركة على شعوبنا يا رب، بركة على كل من يسمع لرسالة الحياة اليوم. صلي يا رب أن تزورنا بالبركة، أن تزورنا بالشفاء، بالخلاص، بالعلاج، أن تكلم عقولنا قبل قلوبنا اليوم، وتساعدنا يا رب أن نفكر بالطريقة الصحيحة ونفهم مشيئتك ونستخدم العلم في خدمتك. صلي يا رب أن تبارك كلمة الحياة، فكم نحتاج إليك يا رب في هذا الصباح أن تكلمنا وتقودنا وتحدث نفوسنا وأرواحنا ووجدان وضمائر كل واحد منا،
حتى نستطيع أن نتجه نحوك بالإيمان فنثق بك من الآن وإلى الأبد. نصلي يا رب أن ترافقنا وتكون معنا اللي عم يسمعونا في بيوتهم، ربما بسبب المرض مش قادرين يكونوا معنا، ربما بسبب الاضطهاد مش قادرين يكونوا معنا، لكن شكرا يا رب من أجل قناة السات سفن يلي ممكن من خلالها أن نوصل صوتك إلى كل بيت، في كل قرية، في كل مدينة، في كل بلد. فبارك يا رب على الجميع، على كل من يسمعنا، باسمك نصلي ولك كل المجد إلى الأبد. آمين آمين آمين. تفضلوا. ما أجمل حضور الرب في هذا المكان، ويلي عنده عينين بيقدر يقشع بالإيمان، الله الحاضر معنا بابنه يسوع المسيح وبالروح القدس في هذا المكان المبارك. موضوعي اليوم في هذا الصباح هو سفر التكوين الفصل الأول ونظرية التطور، ونظرية التطور. ويمكننا أن نتحدث عن هذا الموضوع المهم في الكنيسة يوم الأحد صباحاً عن موضوع التطور والعلم، يمكن أن نتحدث ونتكلم عن هذا الموضوع في الكنيسة يوم الأحد صباحاً، لأن الإيمان بالله كان هو واحد من أهم الدوافع التي شجعت العلماء في الماضي على التعمق في العلوم الطبيعية والفلكية والفيزياء والبيولوجيا وإلى آخره. فإياك تفكر إنه هدف العلم أن يأخذ مكان الله، إنما العكس صحيح. الإيمان بالله هو الذي سبب للعلماء أن يتعمقوا في هذه العلوم التي سنتحدث عنها في هذا الصباح. الأسئلة التي أرغب في معالجتها اليوم هي: ماذا يكشف لنا العلم عن أصل الخليقة، عن تاريخها وعن تطورها؟ ما هي نظرية التطور؟ وماذا يعلم الكتاب المقدس بشكل خاص سفر التكوين حول هذا الموضوع؟ وما هي الأمور التي ربما تتناقض مع كلمة الله حول العلم؟ وهل في أمور في العلم بتتناقض مع كلمة الله؟ وما هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينهما؟ وإذا كان هذا الموضوع اليوم ما بيهمك، هو يهم أولادك ويهم أحفادك، فإصغاؤك مهم، يساعدك لكي تساعد الآخرين في هذا الموضوع العلمي اللاهوتي الأساسي العصري المهم جدا لحياتنا. أمين. فكيف سنعالج هذا الموضوع اليوم؟ أولا رح أشرح نظرية التطور، بعدين رح أشرح ماذا يعلم سفر التكوين خاصة الفصل الأول حول هذا الموضوع، وبعدين رح ندرس أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وناخذ دروس قيمة جدا جدا لحياتنا بتبقى مرجع في المستقبل إذا احتجنا لها. وصلاتي أن يبارك الرب كلامه إلى قلوبنا في هذا الصباح. أمين أمين. فرح أبدأ بالجزء الصعب، هو أن أشرح نظرية التطور. نظرية التطور، نظرية التطور هي نظرية علمية منسوبة لتشارلز داروين، ونقرأ عنها في كتابه أصل الأنواع بالإنجليزي The Origin of Species، أصل الأنواع، والتي تخبر كيف تطورت الكائنات الحية وتنوعت إلى أشكال متعددة في خلال تاريخ الأرض. فكل هالاختلافات الموجودة وهالتنوعات يحاول أن يفسرها بيشرحها. وهالموضوع الكبير له ثلاث عناوين عريضة بدي أشرحها بشكل بسيط. العنوان العريض الأول هو أن الكائنات الحية تغيرت مع مرور الزمن، يعني الكائنات الحية تتكيف وتتأقلم
مع تغيرات، مع التغيرات الطبيعية، مع تغير الطبيعة. فنلاحظ مثلا انه في الطيور منقار الطائر بيتكيف وبيتغير مع التغيرات الطبيعية وإلا لا يستمر في الحياة. والعنوان العريض الثاني هو أن للكائنات جد واحد، أي أن جميع الكائنات لها سلف أو تأتي من سلف، تأتي من جد واحد مشترك، ومنه تطورت وتشعبت وتنوعت إلى ما هي عليه اليوم. والعنوان العريض الثالث أرجو ننتبه له هو أنه ما يسبب التغيرات لتلك الكائنات، انتبهوا، يلي بيسبب هذا الأمر هو شيء طبيعي غير هادف، شيء طبيعي غير هادف. يعني الذي يسبب هذه التغيرات، بتحدث هذه التغيرات من خلال ألف شيء اسمه انتقاء طبيعي. انتقاء طبيعي، وشو المقصود بالانتقاء الطبيعي؟ المقصود فيها في عندك مزرعة غنم، سنة من هالسنوات بيجي برد قارس على هذه المزرعة فتموت كل النعاج والخراف والتيوس ما عدا الحيوانات يلي فيها صوف كثيف. صوف كثيف يلي صادف انه فيها صوف كثيف من النعاج والخراف والتيوس تبقى على قيد الحياة وكل الحيوانات الأخرى تموت. في السنة المقبلة هالخروف يلي فيه صوف كثيف والنعجة يلي فيها صوف كثيف ينجبان حملان لها صوف كثيف أكثر فأكثر. فالحيوانات التي تتأقلم تستمر، والحيوانات التي لا تتأقلم تموت ولا تستمر في الحياة. فالتشعبات هيدي تحدث بطريقة طبيعية لكنها غير هادفة، سائب أنه بعض الخراف في ينصوف كثيف فاستمروا في الحياة. وأيضا من خلال شيء اسمه تغيرات عشوائية ثابتة تحدث في الجينات فتتغير خلايا الكائنات، بمعنى أنه هيدا التطور يلي بيصير هو غير هادف، يعني لم يكن القصد منه أن يكون إلى ما هو عليه. وفي اليوم عالم مشهور اسمه ريتشارد دوكنز، وكتب كتاب اسمه The Blind Watchmaker، يعني صانع الساعات الأكمة أو الضرير. ويلي بيقرأ كتاباته وربما بيختلف عن كثير من العلماء، لكن منلاحظ أنه في تشديد هناك أنه الإنسان صدفة هذه التغيرات العشوائية غير المقصودة في الخليقة. الإنسان صدفة هالتغيرات العشوائية. فخلاصة حديثنا إن نظرية التطور هي نظرية علمية بتشرح عن آلية تطور الخليقة وتنوعها إلى ما هي عليه اليوم. ومن بعد ما عملت هذه المقدمة شوي علمية، هلأ بدي أروح إلى الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لنشوف الكتاب المقدس عما يتكلم خاصة بأمور إلى علاقة بالخليقة. فماذا يعلم سفر التكوين؟ فرح أبدأ بهذه الملاحظة السريعة. أخوتي، ليس المقصود من سفر التكوين، من الكتاب المقدس سفر التكوين الفصل الأول، أن يكون هذا الفصل وصفا علميا لنشأة الخليقة ولتطور الخليقة، إنما هو تصريح لاهوتي قوي جدا عمن يقف خلف هذه الخليقة. فلكل كتاب هدف، العلم له أهداف والكتاب المقدس له هدف. الكتاب المقدس عندما نذهب إلى الكتاب المقدس سفر التكوين الفصل الأول، هناك عم نتعلم عن من خلق الخليقة ولماذا صنع الخليقة ولأي سبب وجدت هذه الخليقة. ولما نروح إلى العلم مندرس عن آلية تطور العلم والعلوم لها علاقة بهذه الأمور. يعني عندما نذهب إلى الكتاب المقدس نتأمل، عم بعطي شيء مجازي،
بهذا الرسام المبدع الخلاق، وهذه وجمال هذه التحفة الفنية يلي صنعها. ولما بروح على العلم، العلم بيقول لي إنه استخدم اللون الأحمر المأخوذ من هذه المادة، واستخدم اللون البنفسجي المأخوذ من تلك المادة، وعمر الورق هالقد وإلى آخره. فلكل كتاب قصد، فلا نعامل الكتاب المقدس كأنه كتاب فيزياء، ولا نعامل كتاب الكتاب المقدس كأنه متخصصين في العلوم البيولوجية أو الرياضية وإلى آخرها. مش هيدا الهدف، مش هيدا الرسالة. طيب هلأ السؤال، ماذا يعلم سفر التكوين؟ ما هو الهدف من هيدا الرسالة؟ ماذا يعلمنا؟ وفي عندي 5 نقاط هنا أرجو أن ننتبه إليها. أول شغلة يعلم سفر التكوين بأن الله هو الخالق، بأنه لهذه الخليقة خالق، وأنه الله خلق كل الأشياء بكلمة قدرته. يعني كل الكائنات الحية تستمد وجودها منه، يعني هو علة الوجود. هذا الإله هو متسامن جدا، يعني ليس جزء من هذه الخليقة، هو كامل أي لا يحتاج إلى هذه الخليقة، هو مكتف بذاته، هو إله ضابط الكل لأنه قادر على كل شيء، عارف بكل شيء، عالم بكل شيء، يعرف ماذا يحدث بهذه الخليقة ويدرك ماذا سيحدث في المستقبل. هو إله ضابط كل الأشياء بكلمة قدرته، وأيضا هو إله شخصي أعلن عن نفسه للإنسان، دخل في شركة مع الإنسان. هو إله تدخل ودخل في هذه الخليقة، هو يلي وضع هذه الأنظمة، هو ليس سجين هذه الأنظمة، يستطيع أن يخترقها في أي وقت، يستطيع أن يمشي على المياه، يستطيع أن يحيي الموت، يستطيع أن يقرأ ما في قلبك وفي ضميرك، يستطيع أن يكون إلى جانبك، يحبك، يريد علاقة مع الإنسان. هو أب السماوي خلق هذه الخليقة. فالكتاب المقدس يكشف لنا أولا أن الله هو الخالق الكل، هو إله شخصي يحبك. والأمر الثاني يلي بيكشف لنا الكتاب المقدس إنه هذه الخليقة هناك بداية لها، هناك بداية للزمن، هناك بداية للمادة، هناك بداية للخليقة. هذه الحقيقة الثانية يلي بيعلن الكتاب المقدس. الحقيقة الثالثة يلي بيعلنها الكتاب المقدس إنه هناك تسلسل، هناك خطوات أو خطوات متتالية متعاقبة للأحداث. فيلي بيتمعن بسفر التكوين الفصل الأول يرى بأنه مش كل شيء صار بلحظة واحدة، كان في تسلسل، كان في عملية خلق وتسلسل لهذه الخليقة. والأمر الرابع يلي بيكشف لنا الكتاب المقدس أن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بأعمال يديه. يعني السماء والأرض والكون، هالخليقة هذه تدل على وجود الله، وجود الخالق. والأمر الأخير يلي بيكشف لنا سفر التكوين الفصل الأول والثاني إنه الإنسان فريد من نوعه. إنه نعم الإنسان له مادة أولية تشبه مادة الحيوانات لأنه من التراب أخذ، لكن الله نفخ فيه، هو صورة الله الوحيد على هذه الأرض، وشرحنا هذا الموضوع بالأسابيع الماضية. فالإنسان منه حيوان ونقطة على السطر، الإنسان هو مخلوق على صورة الله، فريد مميز. هذا ما يكشف لنا الكتاب المقدس. آمين. وهلأ نأتي إلى النقطة الثالثة، دعونا نفحص ما وصل إليه العلم في ضوء ما يعلمه الكتاب المقدس، ونشوف إذا منلاقي أوجه تشابه واختلاف. أولاً، داروين يقول إن الكائنات تتكيف مع مرور الزمن وتتطور. هل عندنا مشكلة بهالقضية؟ أبداً، مزبوط، ما هذا الشيء منشوفه قدامنا، إنه الإنسان يتكيف ويتطور. أنا رحت على بريطانيا، عشت 3.5 سنين، وأنا مبطيء السقعة، لكن اضطريت أن أتكيف، لا أقدر أستمر في الحياة. ومنشوف إنه الإنسان
دائما يتطور ويتكيف. حتى الطفل لما بيولد ما بيبقى طفل، صح؟ منشوف قدام عينينا ب 16 17 سنه كيف بينما من طفل بيصير شاب بعدين بيصير رجل. فنعم الانسان يتطور ويتكيف، ما عندنا مشكله ابدا مع هذه النظريه. هنا عظيم لانه الكتاب المقدس ما بيحكي ضد هذه الحقيقه. رقم 2، بيعترف العلم اليوم ان الخليقه غير ازليه. اف شو هالاكتشاف الحديث، نحن من 3000 سنه الكتاب المقدس قال في البدء خلق الله السماوات والأرض. فنحن منعرف من خلال الكلمة أن الخليقة منا أزلية، الخالق هو أزلي وحده والخليقة منا أزلية. فلما العلم اليوم بيجرب يقلنا أن الخليقة منا أزلية وجدت بوقت من الأوقات، فنحن منقول أمين، ما عندنا مشكلة، الكتاب المقدس يعلن عن ذلك. رقم 3، يقول لنا العلم أن عمر الكون ملايين السنين، ملايين السنين. وهنا أخوتي يجب التمييز بين عمر الكون، عمر الأرض، وعمر الإنسان. سيدا موضوع خاص وموضوع تاني. طيب شو جوابنا عن هذا الموضوع؟ منقول إنه الكتاب المقدس ما حدد عمر الكون أبداً، ما حدد عمر الكون. فشو بقلنا العلم؟ نحن ما عنا مشكلة إطلاقاً. فإذا بتروحوا معي على سفر التكوين وبتقروا معي الفصل الأول والعدد الأول والثاني، انتبهوا معي، مكتوب في البدء خلق الله السماوات والأرض. متى؟ متى؟ هل حطت لنا تاريخ؟ سنة 10723؟ ما في تاريخ، صح؟ فما في جواب عن متى؟ في جواب من؟ أن خلف هذه الخليقة في إله، في البدء خلق الله السماوات والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر، على وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. طيب منجي للعدد اللي من بعده، وقال الله ليكن نور فكان نور. أمتين قال الله ليكن نور؟ كمان ما منعرف. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوم واحد. أمتين ابتدأ اليوم الواحد؟ أمتين ابتدأ اليوم الواحد؟ ابتدأ لما قال الله، صح؟ قال الله وهيدا كان يوم واحد. طيب قبل هيدا اليوم الواحد كان في عنا الله خلق، كان في عنا أرض خريبة وخالية. قديش عمرها هاي؟ ما في جواب. طيب وهلأ منروح لشي تاني، تعالوا نتأمل بكلمة يوم، لأنه البعض بيقول أنه كلمة يوم بتعني 24 ساعة. أوكي، خلينا نطلع عليها في سياقها، في سياقها. اتطلعوا معي مثلا تكوين 1:3-5، وقال الله ليكن نور، ورأى الله النور أنه حسن، ودعا الله النور شو سميه؟ نهار. وإذا أنتوا هلأ عم تقروا الكتاب المقدس بلغته الأصلية اللغة العبرية، بتشوفوا أنه هون تعرف شو مكتوب؟ يوم. نفس الكلمة الموجودة هنا يوما، نفس الكلمة التحديد، نفس الكلمة يوم. يوم ودع الله النور يوما. طيب قديش مدته هذا اليوم؟ مين بيعرف؟ مين شاطر مثل امبارح المساء بيعرف؟ ما حدا بيعرف؟ طلعوا 12 ساعة تماما. ودع الله نور نهارا والظلمة دعاها ليلا، لأنه هودي اثنيناتهم بيعملوا يوم واحد. بعدين بيقول عم نقول لكن هيدا أكيد مش 24 ساعة، لكن هودي 12 ساعة. دعا الله النور يوم والظلمة دعاها ليل، وكان مساء وكان صباح يوم واحد. هو ده بيطلعوا هودي 24 ساعة. لكن انتبهوا هلأ ما كان في بعد شمس وقمر، بس ماشيين معكم، بقيوا لليوم الثالث والرابع لحتى وجدوا. لكن لاحظوا أنه هون بجملة واحدة يوم تشير إلى 12 ساعة، وهون تشير إلى 24 ساعة. طيب كملوا معي بالعدد الثاني من الفصل الثاني، مكتوب وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله. طيب ابتدأ هيدا اليوم قديش امتد؟ امتين انتهى هيدا اليوم؟ لا لا لا، هيدا اليوم لما ابتدأ يرتاح الله، الاستراح في اليوم السابع قديش امتد؟ رجع تاني نهار بلش يخلق من جديد؟ طيب قديش هالفترة؟ هون يوم هي فترة تبدأ ولا تنتهي،
غير لا غير محدودة، غير محدودة. طيب خليكم معي، نروح هلأ للعدد الخامس من الفصل 2. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. هيدا اليوم شو هون؟ شو بتعني؟ سبعة أيام؟ أسبوع؟ هل بتعني فترة زمنية محددة؟ هيك الهيئة، إنه يوم هنا ما بتعني فترة زمنية غير محددة، لا، لكن فترة زمنية محددة. فيوم ممكن تعني 12 ساعة، ممكن تعني 24 ساعة، ممكن تعني فترة زمنية غير محددة، ممكن تحكي وتعني فترة زمنية محددة. يعني الأشخاص يلي بيؤمنوا اليوم إنه تكوين واحد، إنه الله خلق بسبعة أيام، بأسبوع واحد دقيق وانتهى من عمله، أو حدا بيؤمن إنه الله خلق على مراحل من دون ما يحدد زمن معين، أو إنه الله خلق ومن بعد ما خلق يلي منقري بتكوين واحد الفصل الأول هو أسبوع من الإعلانات لعبده موسى. يعني الله خلق لكن موسى اتلقى هالإعلانات على سبعة أيام. كيف ما بتفكر فيها مش مهم، لأنه هدف الرسالة تقول أنه الله خلق مش متى خلق. من هيك مش لازم نختلف على هذه الأمور. ليه؟ لأنه منا جوهرية، لأنه لو قصد الله يقلنا تحديداً متى خلق كان قلنا. لكن شو عم بيقلنا هون؟ أني أنا خلقت الخليقة، نص للعبادة، نص للكهنة، نص لإلنا لحتى من خلاله نعبد الله ونشوف عظمته، ولا نعبد المخلوق، ولا نعبد المخلوق أو الخليقة. فهذا النص بيكشف لإلنا أنه الله يقف خلف الخليقة. يعني إذا العلم بيقلنا 10,000 سنة أو 10,000,000 سنة أو 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 أو، هذا الشيء لا يتناقض مع الكلمة المقدسة. وهلأ منوصل للسؤال الثاني. وصلنا للثاني ولا للثالث؟ وصلنا للرابع هلأ، النقطة الرابعة. يقول لنا العلم أنه لنا جد واحد. شو رأيكم فيها هاي؟ مش الكتاب المقدس بيقلنا أنه لنا آدم جدنا الواحد؟ فكمان ما عندنا مشكلة فيها إطلاقا. رقم خمسة، ماذا عن النوع؟ وهيدي نقطة مهمة انتبهوا لها. بعض النظريات العلمية، وانتبهوا ما عم قول هلأ داروين، عم قول بعض النظريات لأنه في كتير نظريات. بعض النظريات العلمية تقول أنه النوع يتطور، يرتقي من نوع إلى نوع آخر. يعني السمكة بعد ملايين من السنين بتصير حصان، ومثل ما بتعرفوا شائعا يقال القرد بعد كذا صار إنسان. في بعض النظريات، بعض النظريات. لكن شو جوابنا لهذه الأمور؟ هنا نقول أنه في نقطة اختلاف بيننا وبين العلم أو بعض هيدي العلوم يلي بتحكي عن شيء اسمه ماكرو إيفوليوشن. يعني هالارتقاء صار على النوع من نوع إلى نوع آخر. يعني إحنا ما عندنا مشكلة أبداً في النوع نفسه، في الجنس نفسه، أنه يصير في تطور. لكن عندنا مشكلة أنه النوع يرتقي ويصير نوع آخر. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول أنه هيدا الشيء ما بيصير هيك لوحده. يلي منقرأ في لما نتأمل بالكتاب المقدس منشوف أنه الله بيؤمر لذلك فيحدث. يعني الله يصدر الطاقة والمعلومات في خلق أنواع جديدة من الكائنات ولنقل الخليقة إلى مستوى جديد من التعقيدات. بالإنجليزي منقول new levels, level of complexities. New level of complexities. يعني الإنسان مثلاً في تعقيدات، إنسان واعي عنده أمور مختلفة عن الحيوان. فالله هو يلي بيؤمر، هو يلي بيخلق أنواع جديدة، وهيدا النوع ما في مشكلة إنه يتطور مع الوقت ويتكيف مع الطبيعة لكي يستمر على الحياة أو في الحياة. في الحياة عظيم. وهلأ منوصل للنقطة السادسة يلي كمان فيها اختلاف بين العلم وبين اللاهوت. الرقم ستة، تشير نظرية التطور أن التغيرات هي عشوائية وغير هادفة. قلنا هيدا الشيء بيصير صدفة وبتصير تتغير هيدا الكائنات. وهنا نحن كمان في عنا مشكلة، لأن البعض بيقول إنه الإنسان وجد صدفة
ونحن منقول هلا للعلماء نحن بدنا نساعدكم في اشياء بنعرفها انتم ما بتعرفوها، مثل ما في اشياء انتم بتساعدونا فيها، نحن في عنا امور نحن بنساعدكم فيها. وهلا بدي احكيكم منطقيا، تعالوا نفكر بشكل منطق. المنطق يقول انه عندما نتامل الطبيعه ونتامل التنظيم الدقيق يلي فيها والإتقان المدهش والضبط الرهيب حتى في التفاصيل، لما منشوف أنه في هالمعلومات يلي تم تحميلها في الطبيعة، وكيف أنه في لغة للطيور ولغة للحيوانات ولغة للخليقة كلها، ولما نتأمل بالخلية الواحدة يلي هي أصغر من رأس الدبوس، يلي فيها مكنات ومحركات ومصانع، يلي هيدي الخلية الواحدة فيها أكثر من 3 مليار وحدة من الدي ان اي، والإنسان مؤلف من تريليونات من تلك الدي ان ايز والخلايا التي تعمل بانسجام كامل وجميل جدا. لما نتطلع بهالتنظيم وهالجمال وهالروعه وهالدقه وهالاتقان العالي هيدا وضبط كل الامور، منطقيا مستحيل نقول انه خلف كل هالامور تطور عشوائي غير هادف. منطقيا نقول انه خلف هيدي الخليقه مصمم عاقل حكيم مبدع خلق كل شيء باتقان، وهيدا الاله هو يلي اعلن عن ذاته لنا في الكتاب المقدس. فالخليقه وعظمتها بتكشف عن شيء اعظم بكثير، وهيدا الشيء ما بيفاجئنا. لما بتشوف سياره انت جميله جدا بتفكر بشو؟ بالمصمم يلي صنعها، مش بتقول هي عشوائيا صارت سيارة تتحرك من مكان إلى آخر. أنت لما بتشوف كتاب بيقع بين إيديك وبيكون عم تقرأ عمق هذا الكتاب، ما بتقول هودي أوراق تناثرت من الطبيعة ورقت وبعد ملايين من السنين اتحولت لكتاب دقيق جميل جدا وعميق. بتقول في مفكر، في عالم، في شخص، في فكر يقف خلف هذه الكلمات، صحيح؟ فخلف هذه الخليقة إله حي موجود بيعلن عن ذاته من خلال الطبيعة، من خلال كلامه، من خلال حضوره بحياتنا. وهلأ بدي أجي للنقطة الأخيرة يلي هي محدودية العلم. محدودية العلم، أولا لا يقدر العلم، وانتبهوا هاي شغلة مهمة لازم تعرفوها، لا يقدر العلم أن يجيب عن علة وجود الكون. ما بيقدر يجاوب عن هالسؤال، ما بيقدر يقلنا عن أصل الخليقة، عن أصل الحياة، عن أصل الأنظمة الموجودة في هذا الكون، ما بيقدر يقلنا عن أصل القوانين الطبيعية. يعني العلم بجرب يشرح القوانين بس ما بيقدر يقول ويخبرنا عن أصله. يعني أنت بتحتاج للحياة قبل ما الحياة تتطور، العلم ما بيقدر يقول لك كيف إجت الحياة، بيقدر يقول لك لما بتجي الحياة بجرب يشرح لك كيف عم تتطور هذه الحياة. فهمتوا علي؟ فالعلم محدود إنه ما بيقدر يحكي عن نشأة، عن أصل الحياة إلى الآن. وعم بقلكن أحدث الدراسات المعمولة مستحيل يقدر يعرف العلم، لكن الكتاب المقدس بيكشف هذا الأمر، إنه أصل الخليقة في البدء خلق الله السماوات والأرض. الملاحظة الثانية إنه لاحظ داروين أمور مهمة حول التطور، وهذا الشيء لازم نعترف فيه، هذا الشيء جميل جدا، لكن ما قدر يشرح ويبرهن وجود الوعي عند الإنسان والإدراك، ما قدر يبرر هذا الشيء. كيف يعني إنه هذا الإنسان واعي؟ كيف هذا الإنسان مدرك بأنه يعرف ويعرف بأنه يعرف؟ وبيعرف حاله إنه هو شخص، وبيعرف إنه هو إنسان وهذا حيوان. الحيوان بيعرف انه هيدا حيوان، انه هو بيتميز عن الحيوان. هيدا الشيء مستحيل التطور العشوائي ان يصل اليه. فاليوم العلم محدود انه يقدم حجه علميه كيف هالوعي والادراك عند الانسان الموجود. ومنعرف انه من 400 سنه كثير من النظريات العلميه اليوم العلم بطل يؤمن فيها، فالعلم دائما عم يتطور، صحيح؟ لكن كلمة الله ثابتة، ثابتة إلى الأبد. فأهم شيء أن لا نضيف على كلمة الله ما لا تقوله، ولا نحذف منها ما تشدد عليه. الملاحظة جيم
إن نظرية الانتقاء الطبيعي وهالتغيرات العشوائية من دون خالق يقف خلفها، تبهوا معي، تبقي الإنسان وحيداً عارياً أمام هذا الكون الواسع المظلم المخيف، بلا هدف ولا رؤية ولا قصد ولا غاية. قادر تتصور أنك أنت موجود صدفة من دون هدف إلهي؟ يعني المستقبل غامض، ما بتعرف لوين رايح، ما بتعرف شيء، أنت هيك بشكل عشوائي وجدت، ترى نفسك عاري أمام هذا الكون الفسيح المخيف. بعدين العلم، هذه النظرية لا تكتفي لتبرر وجود الحق والسعي نحو الحقيقة، ما بتحل مثلا مشكلة العدل. بتفكر فيها هيدي؟ بتفكر إذا هالعلوم هي وفقط هيدي العلوم، شو بيصير بهيدي الخليقة؟ إذا بتفكر بموضوع العدل، هيدا الشخص يلي مثلا ارتكب المذابح ضد الفقراء والناس معذبة، ويلي ظلم ويلي قطع رؤوس الناس ونهب أموالهم، هيدا يلي تعدى على النساء، هيدا يلي حرق الأطفال، هيدا يلي عمل كل هالمجازر، هيدي ما في دينونة، ما في محاسبة، يعني خلص انتهى. هيدا يلي قتل 6 مليون نسمة، وهيدا يلي عمل كل هالمشاكل وهالذبح والقتل وقطع الروس، هيدا خلص بيموت ولا ينتهي؟ خلينا كلنا نروح نعمل هيك إذن. في شيء مشكلة، وين العدالة؟ وين العدل؟ هيدا العدل الموجود في ضمير كل إنسان في كل مكان. مين يلي بحاسب هذا الإنسان؟ نحن نؤمن أنه بعد الحياة في محاسبة لهيدا الظالم يلي عنف ودبح وقتل وظلم لكي ينصف المظلوم. نؤمن بحياة من بعد الموت يلي فيها محاسبة، وإلا ما في عدل. مخيف أنه يكون في علم وفقط علم. من هيك مع هيدا العلم يحتاج إلى الله يلي يرشد هذا العلم، وأهمية الإيمان بالله كجزء أساسي في وجداننا وكياننا وحياتنا. فأخوتي اليوم الرسالة لكم أن العلم مهم، لكن العلم محدود. العلم ضروري، لكن العلم ما بيجيب عن كل الأسئلة. الكتاب المقدس عنده رسالة واضحة عم بيوصلها، إياك تستخدمه لأغراض تانية. والإيمان والعلم رفيقان في درب الحياة، وأحياناً العلم بيوضح شيء للاهوت، وأحياناً اللاهوت بيصحح العلم، لكنهم أصدقاء. شجع أولادك على العلم، شجع أولادك على الدراسة، وشوف كيف من خلال العلم والتعمق هذا الشخص الصادق رح يصير عنده إيمان أقوى بإله حي خلق هذه الخليقة ويعتني بها. وبالنهاية بالختام بدي أقرأ عليكم المزمور 19 يلي بقول: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام، ولا يسمع صوتهم في كل الأرض، خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. شوفوا كيف الخليقة بتدل نحو الخالق، تشير إلى الخالق. وهلأ روحوا معي للعدد السابع، شوف بدنا إياهم اثنيناتهم. ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. بدك الحكمة تحتاج إلى الكلمة. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، يفتح لنا عينينا. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، تبهوا معي، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها؟ ومن الخطايا المستترة ابرئني. أيضا من المتكبرين احفظ عبدك، فلا يتسلط علي، حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي وولي. آمين.
خلونا نحن رؤوسنا بالصلاة. لأحد صباحا أيها الرب، جايين نحط العلم بين إيديك ونشكرك يا رب لأنه أعطيتنا منطق وفكر حتى يكتشف علوم جديدة وحقائق جديدة بتدل على شخصك المبارك. جايين يا رب نشكرك من أجل العلم، لأنه من خلاله يا رب عم نكتشف أمور عنك عظيمة. لما نتأمل بدقة هذا الكون وجمال هذا الكون، ما فينا ما نلتفت إليك بالتمجيد والتسبيح والتعظيم، لأنه حتى السماوات والأرض تسبحك يا رب، تمجد اسمك، تدل عليك. صلي يا رب إنه هالكلمة اليوم تكون سبب بركة لحياتنا وسبب تشجيع، حتى نعرف إنه إذا العلم بيحكي عن الآلية المستخدمة في الخلق، الكتاب المقدس بيكشف لنا عن الإله يلي وضع هذه الآلية، عن الآب السماوي يلي خلق كل شيء. شكراً أيها الرب من أجل هالرسالة يلي بتصيب قلوبنا وبتحكي لأجيال قادمة، ومنصلي إنك تبركها، تبركها لحياتنا. نجي يا رب منوقف قدامك بهاللحظات، أنت أيها الديان، ديان الجميع، منقلك نقي قلوبنا، طهر ضمائرنا، ساعدنا أيها الرب ما نظلم حدا، ساعدنا بل بالحري ننصف المظلوم، ساعدنا يا رب نحن المخلوقين على صورتك نهتم بالضعيف، نهتم بالفقير، نهتم بالصغير، نهتم بالمحتاج أيها الرب. ساعدنا يا رب نحن يلي عنا العلم وعنا ياك أهم شيء أيها الرب، نستخدم العلم لخير الإنسان، لشفاء الإنسان، لعلاج الإنسان، لتشجيع الإنسان، لدعم الإنسان، حتى الإنسان يتطور كما تريد أنت، حتى من خلال العلم مشيئتك تتحقق على هذه الأرض. لك يا رب جايين ككنيسة نقول لك يا رب ما رح نحط العلم على جنب، لا، نحن شعبك، العلم أداة من أدوات الله، وأنت بتستخدم هالعلم لتحقيق مشيئتك. باركنا يا رب، بارك تسبيحنا، وهلأ منقول لك يا رب إله الجنود، من مثلك قوي، قوي في عملية الخلق، قوي في حضورك في وسطنا، قوي قادر على كل شيء. يا رب إله الجنود، منتابع عبادتنا وتسبيحنا، بعد عنا ربع ساعة هلأ الوقت نتعبد للرب، خالق العلم، خالق كل شيء. يا رب إله الجنود، كلنا سوا، وقفوا معي، من مثلك قوي، من مثلك رب وحقك من حولك. يا رب إله الجنود، من مثلك قوي، من مثلك رب وحقك من حولك. نعم، لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، يسوع أنت أسستهما. لك ذراع القوة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. لك ذراع القدرة، قوية يدك، صلي من أجل العدل والرحمة في بلادنا يا رب. قوية يدك، مرتفعة
رب منتابع صلواتنا بهاللحظات، بدي شجعك تصلي معي، بدي اياك تعرف، بدي زيد ايمانك بإله خالق قادر على كل شيء، ضابط الكل، متسامي فوق الجميع، إله شخصي يدخل في علاقة مع الإنسان، إله يخترق قريب منا في التجسد، يخترق هذا العالم. من هيك بدي اياك تعرف انك انت لك قصد. الله لما خلقك ما خلقك بطريقة عشوائية، منه إله ما كان عارف يلي بده يصير، هو منه مجرد قوة، هو منه نظرية لحتى تملأ فراغ أمور يلي العلم ما بيعرفها، هو إله شخصي، وهيدا الإله الشخصي حاضر قريب منك. أنت إلك قصد، أنت من وجدت لكي توجد فقط، لكن في هدف من حياتك. بدي أدعيك تجي تعطي حياتك لهيدا الإله اللي خلق كل شيء وبيحبك، تعطي قلبك، تعطي حياتك له، وتسأله يا رب لماذا، لماذا أنا، ماذا تريد مني أيها الرب في هذا العالم، كيف فيني أعمل عملك، كيف فيني أعمل إرادتك، حقق مشيئتك. يا رب بدي أعيش حياة هادفة مثل ما أنت إله هادف. تعال عنده لحتى تعرف هويتك في هذا الإله يلي أحبك، لحتى تعرف قيمتك أيها الإنسان. تعال عنده لحتى يكشف مشيئته لإلك، لأنه عنده خطة محددة بوقت معين، بزمن معين، بمكان معين، أوجدك هنا لهدف معين. وبقلكن إخوتي عن اختبار الشخصي، كل لحظة بحياتي لما أتأمل بالماضي بشوف كيف الأمور الحلوة والبشعة، كيف كانت إيدة الرب معي، كانت يد الرب معي في كل هذه الأمور، عناية الرب في التفاصيل الصغيرة، تدخل الله. كيف أنه بعدين لما بتطلع منقول كنا نفكر أنه الله ما كان معنا في هذا الظرف الصعب، لكن هلأ لما مننظر إلى خلف منشوف كيف كان في هدف وقصد وغاية من كل شيء. تعال عنده، اقترب منه بالإيمان هلأ، عد بحضن إله هذا الكون. هاللويا. هلأ بدنا نقول له أنت صالح، صالح للكل، عبر عن صلاح الرب، رنم معنا. أنت صالح للكل، أنت إله صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمال. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح. Thank you.
أخبركم شغلة عن الإله الصالح. بتعرفوا ليش صالح؟ لأنه صالح. صالح لأنه هيدا الإله يلي خلق السماء والأرض ما كان صعب عليه إنه يمشي على هيدا الأرض، مثل يلي بيخترع سيارة وبعدين بيسوق السيارة. فهيدا الإله العظيم يلي خلق كل شيء إجا وزار الإنسان. وبتعرف ليش صالح؟ لأنه إجا واتحد بألمك وبوجعك. هو يلي إذا أنت بتبكي هو بكي على لعازر. هيدا الإله حي وصالح ومحب لدرجة إنه مش بس خلقنا، إجا واتحد معنا. من هيك عنا إله بيفهم على مشاعرنا، بيفهم على وحدتنا لأنه كان لوحده عند الصليب، بيفهم على ألمنا، بيفهم لما الناس بتخدعنا وبتنكرنا، بيفهم علينا وبيفهم على ألمنا وعلى وجعنا، بيفهم على الدمعة اللي بتنزل من على خدنا. هيدا إلهنا الكبير العظيم، بنفس الوقت قريب تجسد بيسوع المسيح، هو عايش بيناتنا. أمين؟ هاليلويا. من هيك فينا نرنم له من كل قلوبنا. وهلأ بدنا نقول له يا خالق الأكوان والناس بنسمة فيها حياة. رنم من كل قلبك لهالخالق اللي خلق كل شيء. أمين؟ آمين. يلا. يا خالق الأكوان والناس بنسمة فيها حياة، كل الخليقة والأجناس هتسبح اسم الله. هللويا 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 لاسم يسوع. السماء ومش بيعجيا عيدك تشبعنا بالرضا ونخفف الأوجاع. هللويا 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 لاسم يسوع. أبرع جمال من كل الناس وبدنا عمل يان، واللي ينظر لك يستنير ومش بيكون خجلان. هللويا 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 لاسم يسوع. طويل الروح وعادد الساقطين، شافي كثير القلوب ومقوم المنحنين. هللويا 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 اسم يسوع. بس بخلصك، بحررك كمان، بحررك لتعيش لإله، لتسبحه، لتمجد اسمه، لحتى تبارك شخصه، بحررك لتعيش مثله، لتعيش بقداسة. فينا نقول له حررني يسوع، نقول له حررني يسوع ورنمها لأنه يسوع حررك.
أنت هنا لأنه يسوع حررك. يمكن قلوبنا من عبودية إبليس حررنا. هللويا. حررني يسوع. نشيد الحرية والعتقني من العبودية نلت السعادة الأبدية. حررني يسوع. حررني يسوع. حررني يسوع من عبودية إبليس. حررني يسوع. حملت حزين وفرحني وبروحه قد مسحني. حررني يسوع. حررني يسوع. حررني يسوع من عبودية إبليس. حررني يسوع. أعيش حياتي متهني مجيء حبيبي مستني نفسي تهلل وتغني. حررني يسوع. حررني يسوع. حررني يسوع من عبودية إبليس. حررني. ما في شيء يشغل بالي. ما في شيء يشغل بالي. رب دبر أحوالي. ما في شيء. ما في شيء يشغل بالي. رب دبر أحوالي. دربي على السماء.